عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحب بكم إن شاء الله في هذا الدرس اللي هو ديال الصبري في الأكاديمية ديالنا اللي هي على اليوتيوب إن شاء الله. نتمنى لكم إن شاء الله الاستفادة من هذه الدروس والاستفادة من هذه الطريقة ديال التسويق وديال إن شاء الله باش تسوقوا الأشياء ديالكم وباش يكون عندكم مدخول إن شاء الله في بيوتكم وتعاونوا بهم أهاليكم، وإن شاء الله الله هو الموفق. اللي كيتمنى من الله شي حاجة راه غادي يوصلها، هذه غارانتي نسني لكم عليها بعشرة الصباح، أن المتمني على الله شيئا والراجي من الله شيئا سيناله بإذن الله بدون شي حاجة أخرى. الاجتهاد أننا نعرفوا كيفاش نسيروا العمل ديالنا وكيفاش يعني نخدموا أيضا مهم جدا في هذا العمل، ماشي الزربه. ما نبغيوش منكم من فضلكم كنسمع انا خصني نزرب خصني ندير، من فضلكم بشيئا فشيئا. كل فيديو غادي يطيح في السيمانه غادي تستفدوا منه، ما غاديش تكمل هذه الدوره ان شاء الله حتى تكونوا استفدتوا وعرفتوا كيفاش تنطلقوا تعملوا في الديور ديالكم بجد ونشاط، وغادي تكون عندكم مردود ومدخول، وكاينين الناس منكم اللي غادي يفشلوا وكاينين الناس منكم اللي غادي ينجحوا باذن الله. والنجاح قرين العمل والتوكل على الله، هذه كنقولها قرين العمل والتوكل على الله، والتوكل على الله اهم والعمل ايضا مهم. التوكل على الله اهم اهم والعمل مهم جدا. وان شاء الله نشوفوا هذا الصبلي ديالنا كيفاش غادي ننجزوا، وبعد ذلك في الدرس المقبل غادي نشوفوا كيفاش نباليو الصبلي ديالنا وكيفاش نسوقوا. من فضلكم هذه غادي نقولها في كل فيديو، ان قبل ما نبداو هذا الشيء انا لاحظت بعض السيدات اتصلوا بيا قال لك ديما كاين وحده قالت لك شديت بعدا خمسه المحلبات، وكاين وحده قال لك شديتي، ويعني كيقولوا لك شديت يعني اتصلت بالناس تفاهمت معهم. هذا مهم، هذا مهم. هاد السيدات بحال هاد السيدات هما بداو خطوه الاولى في العالم في العمل، الخطوه الاولى في العمل ان شاء الله ما غاديش يفوت هاد الرجاء حتى نكونوا نهينا هاد الدوره وتنكونوا بديتو في تسويق الاعمال ديالكم، يعني غادي يجي شعبان مزيان. بالنسبه للسيدات اللي قال لك سبق لينا شاف الشباكيه راه بغينا نبيعوها، بغينا راه الشباكيه لا ما غاديش ديرها وتحطيها شهرين، هادي غادي تباع والناس ما غاديش يشريو الشباكيه يعني داز عليها شهرين ابدا. الشباكيه ديال الدار بوحدها يقدروا نصوبوها ونقدروا نديروها في ديزومبالاج صغار، غادي نوريكم في الدروس ديال القناه اللي غادي نديروا الشباكيه ان شاء الله، غادي نديروا الشباكيه القناه ديالنا ديال هذا العام ماركات جداد وطريقه جديده ان شاء الله، غادي نديروهم غادي نوريكم الطريقه ديال لومبلاج ديالهم، الطريقه باش تحفظوهم الكونجيلاتور، كل نهار كناخذوا الباكيه اللي غادي ناكلوا. كانوا عندنا حنا اربعه الناس او ثلاثه الناس كنديروا الباكيه ديال الرابعه، عندنا خمسه الناس كنديروا ديال نص كيلو وديال كيلو وكنحطوهم في الكونجيلاتور ديالنا، وقت ما بغيناها كناخذوها كنحطوها الصباح فوق الطبله الكوزينه ديالنا كنخليوها تماك حتى وقت الفطور كنحلوها كنخرجوا الشباكيه ديالنا هكا كيديروا مع السلين كيبقاو هكاك. غادي نديروا 30 باكيه في المثال ديال رمضان، كل باكيه النهار وكنخرجوها. الا كانوا عندنا ضيفات غادي نديروا واحد ثلاثه او اربعه ديال الباكيات كبار ديال كيلو، غادي نخليهم دو كوتي نهار نعرضوا على شي ناس نخرجوا هذوك الباكيات كبار هكذا وهكذا. نخليو هذاك الموضوع، هذاك موضوع اخر. هنا ان شاء الله كما قلت لكم قبل ما تبداو هذا الشيء، قبل ما تنطيو الوصفات وتشوفوا الطريقه، حاولوا باش تصلوا بالناس، حاولوا باش تشوفوا الاحياء اللي قريبه لكم وداكشي اللي قريب لكم وداكشي البرايس اللي بغيتوا تسوقوا فيها. يمكن للانسان، يمكن للانسان حتى الا كاين شي ولد الناس كتعرفوه، كتعرفوه ولد الناس طيب بغى يخدم بغى سميتو تصوبوا ليه كروسه وتشجعوه يحط السلعه ديالو في بعض الاماكن المزيانه ويبيعها ان شاء الله غادي يجيب خيره، الا كان ولد الناس وكان مضمون وكان غادي يجيب لكم فليساتكم ويجيب لكم اسميتو. هذا من جهه يمكن لكم تسجلوا حتى هذه القضيه الاعمال ديالكم. ما بغيتوش ديروا تسويق المحلبات والقهوي ان شاء الله، هنا ان شاء الله غادي نشوفوا نفس الطريقه. هنا عندنا نفس الوصفه ديال الكيك، نفس الوصفه ديال الكيك هي فاش غادي نصوبوا الصابلي ديالنا، نفس الوصفه نفس المقادير نفس التكلفه باش غادي تطيح علينا السلعه ديالنا. هنا عندنا خمسه البيضات
5 دراهم. انا هنا 450 غرام سكر 3 دراهم. هنا هنا عندنا 125 غرام ديال الماء. هنا الماء نقصناه، هنا الماء نقصناه. في الكيك كان الماء ربع لتر ديال الماء 250 غرام، هنا درنا 125 غرام، لان هنا غادي نصوبوا الصابلي وبغينا العجينه ديالنا تجينا شويه شاده راسها باش نخدموها بالبوش ونخدموها فوق الطاوة ديالنا. يعني هنا عندنا نصف لتر ديال الزيت، هنا عندنا الكونفيتور يعني 7 دراهم، عندنا الكونفيتور 2 دراهم، عندنا جوج ثلاثه ديال الخمارات بدرهم و50، وعندنا هنا 750 غرام ديال الطحين ب 4 دراهم، وعندنا هنا الفرن 3 دراهم، وعندنا ايضا الخمارات كما قلنا لكم درهم و50، وعندنا هنا ايضا شويه ديال القشره ديال الليمونه، ليمونه وحده بقى ناكل، غادي ناكل ليمون غادي ناكل نقشر القشره ديالها ونحطها، والنهار نقدر نديرهم في قرع سميتو في الثلاجه ديالو وقت ما بغيت ناخذ منها، ونقشر دائما الليمون نكرتو لان كنحتاج هاد القشره ديالي، ناخذ القشره ديالي نعزلها دائما وقت ما بغيتها كنحل القرعه ديالي كنهز منها واحد المعلقه ويني الثلاجه تكون بارده، ونشم ديك القشره ديال الليمون الا لقيت فيها شي تغيير في الكو ديالها في المذاق ديالها او في الرائحه ديالها نحيدها احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نعملو نفس الطريقه، غير هنا يعني كنديروا البيض ها هو، نديروا السكر ها هو، نخلطوا هاد جوج الحاجات هنا، نضيفوا الزيت ديالنا ها هي، نضيفوا قشرة الليمون، نضيفوا الكونفيتور، كونفيتور الدور ديالها هنا راه كترطب لينا الكيكه ديالنا ويرطب لينا الصابلي ديالنا، هذا هو الدور ديال الكونفيتور، وضروري لان هذا عمل خصنا يكون رطب والناس يكونوا مقتنعين بداكشي اللي كياكلوا، ماشي الانسان يدير حاجه ناشفه وحاجه غادي تدوز واحد ساعتين في الصيف وتقصى حوت. وهنا غادي ناخذ الخميره ديالنا ثم نخوي شويه نخلط، كتلاحظوا انني ما خوتش الدقيق ديالي كامل، غير شويه حتى يتخلط، ونضيف الفرص ديالي كامل ها هو، نخلط كل شيء مزيان، غادي تجيني العجينه ديالي شاده راسها مليحه مي مزيانه، الا جاب الله الفرص ديالي كان شارب بزاف نقدر نضيف واحد شويه الماء، يعني نقدر نضيف شويه الماء الا جاب الله الفرص ديالي كان كيشرب وجاتني قاصحه العجينه بزاف ويني هلا لا هي هذيك، ما غاديش نحتاجو نضيفو حتى حاجه ديال الماء، نتوما شفتو العجين ديالنا كي كيجي شاد راسو بحال هكا كيجي العجين ديالنا، شويه د الماء نضيفو غير شويه د الماء لان ما درناش الماء كاع نهائيا تقريبا، هو نخلطو الصابلي ديالنا
نسيت الماء، سمحوا لي. هكا مية وخمسة وعشرين غرام اللي عطيتكم العبار، العبار يعني حافظوا على العبارات من فضلكم، لأن والماء راه ضروري ضروري في هذه الوصفة ديال الكيك وفي الوصفة ديال الصبري. هانتوما شوفوا، غادي نخليو غير شوية هذه الوصفة ديالنا، نخليوها غير شوية ترتاح. أشنو غادي ترى؟ غادي تشد راسها مزيان. شوفوها كي كتجي شادة راسها ديجا، مي باش ما خليناها شوية ترتاح كتجي زوينة إن شاء الله. ها هي كنجيبو بوش ديالنا، واحد البوش يعني بوش ديال الحلوى، وكنجمعو كندير واحد دوية، أي دوية يكون عندها سنان، أي نوع ديال الدوية يكون عندها سنان من الأحسن باش نحصلو على واحد الديكور زوين. كنعمرو هاد الشي ديالنا البوش بحال هكا، وكنجيبو الطوا ديال الفران فاش غادي نخدمو إن شاء الله. هيا طوا الفران ديال الغاز، نجيبو شوية ديال الزيت نرشو بها الطوا ديالنا بحال هكا، غير شوية شوية الزيت نرشو بها الطوا، أو نديرو كعيط إلا بغينا نديرو كعيط نديرو كعيط. نجيب واحد الكعيط صغير، واحد الكعيط نحكو به الزيت ديالنا بحال هكا، هنا حكينا الطوا ديالنا درنا ليها شوية الزيت باش الصبلي ديالنا ما يلصقش لينا. يعني الدريساج ديال الصبلي ديالنا على حساب الفورما اللي بغيناه. هانتوما من الأحسن تكون هاد الفورما باش نحصلو على عدد كبير ديال الصبلي. هانتوما شوفوا معايا راه غادي تسرح شويه مازال، ما نزديوش بزاف باش ما يلصقش لينا مع بعضياتو. هكذا ان شاء الله انتم شوفوا معايا هاد الجنب دائما كندخلوه لداخل، وهكذا ان شاء الله تنديروا منو تنكملوا هاد العجينه ديالنا. ها هي الصبي ديالنا، ها هو الصبي ديالنا الفران، العافية بحال الكيك تقريبا. شوف العافية مزيان، العافية بحال الكيك، كنشعلو ليها غير من التحت، من الفوق ما نشعلوش ليها، ونخليوها غير تبدا تبان لينا يعني الحمورية في الجنب ديال الصبي، كنزلوه لتحت باش يطيب شوية من الفوق ونخرجوه بإذن الله. والصبلي راه ما كيتعطلش، غادي ياخذ لينا تقريبا واحد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة ديال الفران. مرحبا، ها هو الصبلي ديالنا، كنوقفوا عليه حتى كنخرجوه حتى كياخذ هذا اللون الذهبي. هانتوما هكا الصبلي ديالنا هو طايب. مرحبا، هذا هو الصبلي ديالنا، كيجي رائع رائع، الصبلي كيجي ممتاز. واني من فضلكم غادي ننصحكم نصيحه، صغروه شويه، صغروه باش ما صغرتو غادي تخرج لكم كميه اكبر، غادي تخرج لكم كميه اكبر، وغادي يكون عندكم الفضل اكبر ان شاء الله. باش هذا نبيعوه بجوج دراهم، هذا نبيعوه بجوج دراهم، غادي يتباع ب 50 ريال، غادي يتباع مزيان وغادي يعني تربحوا فيه مزيان. واني صغروه شويه من هذا الشيء، يعني الدائره القرص ما يتعداش هكا، دوره ديال البوش وجوج جوج كنلصقوهم كيجي صابليه غليظه وكبيره. صغروه باش ما كان صغير كيكون احسن، وكيكون عندكم الافضل اكثر. هنا غادي ناخذ مهم، غادي ناخذ معلقه ديال الكونفيتور صغيره كنحطوها في الوسط ديالو، كنحركوها بحال هكا غير بحال، ماشي نديروهاش من الجناب، ما نجيبوهاش الجناب في الوسط ديالو بحال هكا، ونجمعو جوج بجوج بحال هكا باش يلصقوا لينا ان شاء الله، ونستفوه ونخليوه دائما حتى كيبرد مزيان عاد كنخدمو به دائما معلقه ديال الكونفيتور بحال هكا هكا.
ان شاء الله هذا هو الدرس ديال الصبري. نتمنى انني نكون ان شاء الله افدتكم كثيرا. حافظوا على ذلك الوصفه والرشد، يعني هذا اقتصادي وبنين وبنين، يعني الانسان يدير الوصفه كما عطاني عليه ويدير داكشي اللي قلنا عليه، ان شاء الله راه النجاح غادي يكون في طريقه. حاولوا غير صغروا شويه الصبلي، هذا صغروا شويه لان انا درتو شويه كبير، صغروه باش تكون عندكم الفضل اكثر، يعني يكون عندكم الربح اكثر. ماشي نديروه ثاني بتي فور، يعني قد الغلقه، قد هذه الغلقه من فضلكم، قد هذه الغلقه، هانتوما شوفوا معايا، شوفوا الغلقه قدام هذا، قد هذه الغلقه غادي يعطيكم ضعف المقادير، ضعف هذه المقادير، وغادي يكون الربح ديالكم اكثر في هذا الصبلي. كم اخواني اخواتي، هذا هو الصبلي ديالنا، الصبلي ديالنا نفس المردوديه اللي غادي يعطينا الكيك اللي غادي يعطينا الصبلي، يعني ان شاء الله من الافضل، من الافضل ومن الاحسن انكم تصغروه شويه. انا كبرته شويه، ديروه صغير قد هكا، قد هذه الغلقه ديال الكونفيتور، جوج بياسات يتلاقاو بالكونفيتور، نلاقاو بالكونفيتور، كيجي مزيان، موالف الثمن جوج دراهم، يعني كتبيعو بجوج دراهم، كيبيعو مول الحانوت بخمسين ريال، كيجي رائع. اما هذا ربما هذا غادي نبيعو بجوج دراهم وخمسين، ومول الحانوت يبيعو بثلاثة دراهم لان كبير شويه. مي شوف والله، وهذه هضره غادي نقولها لكم فرانشو، ان هذا الصبلي اللي كتشوفوا فيه من اروع الصبليات في المذاق وفي الكوف، ورغم انه الثمن ديالو رخيص كيجي رائع والطوب. من نهار تجربوه بطريقه، ماشي ما مشيش شي طريقه باش تغير نزيد ونقص ونزيد ونقص، هنا كنعطيكم وصفات اللي تبيعوا، وصفات اللي خدمت فيهم وبعتهم وخدمت فيهم وكيعجبوا الناس وعليهم اقبال كبير في واحد الفتره من حياتي، عليهم اقبال كبير وعندهم سميتو وعييت عييت، يعني كانت عندي الخدمه اون باغيت تعييت، ما بقيتش قاد نستمر على ديك الكونتيتي وديك الكميه اللي كندير الكبيره، والحمد لله درنا فيها رزقنا وخدمنا فيها مزيان وحيشنا منها ولادنا، وكلشي كلشي بخير وعلى خير. هذه راه حرفه مهمه، اللي بغاها تبغيه، اللي ما بغاهاش يعطيها باتساع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.